بسبب انعدام المشتقات النفطية قد يؤدي إلى إغلاق مصنع الأكسجين وإذا تغلق مصنع الأكسجين قد يؤدي إلى يعني كارثة في الأمراض مستشفى الثورة مش غير مستشفى الثورة الجمهورية اليمنية كلها لأن مستشفى الثورة يعتبر المستشفى الرئيسي في الجمهورية كلهم الحالات كل الحالات صار مستشفى الثورة وإذا تغلق يعني موت محتم بسبب انقطاع المشتقات النفطية وسائل النقل الموجودة هناك عدد من المستوصفات والمستشفيات التي مهددة بالإغلاق بسبب انقطاع الكهرباء التي تحتاج إلى المواد المشتقات النفطية. هناك مصانع للأكسجين مقبلة على الإغلاق إذا استمر هذا الحصار، ونحن كشركة نفط لا نستطيع بأن نعمل شيء. فهناك قرصنة واضحة تديرها بشكل مباشر الأمم المتحدة بشكل مباشر في هذا الحصار، لأنها تعترف بنفسها هي من تقوم الآن باحتجاز السفن النفطية بأسلوب غير مبرر، رغم حصول جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، ولكنهم لا يراعون الإنسانية.